نزلنا مع حضراتكم واعياد المصريين اعياد مصر احنا خلصنا كلام عن عيد العمال وعندنا الفتره الجايه فتره اعياد يوم الحد كان اقباط مصر والمصريين بيحتفلوا بحد الزعف نزلنا اشترينا الخوص اللي حط عملناه سنابل وعلقناه على البيوت وتيجان واحتفلنا بهذا العيد كلنا عندنا الكنيسه المصريه واقباط مصر والمصريين عموما بيحتفلوا باسبوع الالام اللي هيبدا خميس العهد جمعه الجمعه القادمه الجمعه العظيمه ثم سبت النور ثم احد القيامه والعيد وعايز اقول لكم ان المصريين عندهم طقس وتقليد حافظوا عليه فكره إنه يوم سبت النور يقول لك سبت النور نكحل والستات تكحل ولادها واتكحل عيالها مسلمين واقباط وده امر كبير سنتحدث فيه مع ضيفنا ثم ياتي عيد آه القيامه وبعدين يوم الاثنين كل المصريين يحتفلوا بشم النسيم اقدم الاعياد في التاريخ ايام ورا ايام اعياد ورا اعياد المصريين احنا عارفين مسلم من مسيحي ولا آه ابطي من ماروني ولا آه شمالي من جنوبي كلنا بنحتفل وبستدعي في هنا في هذه اللحظه آه لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان طلع واتكلم وقال آه ردا على كثير من الاقاويل الباطلة والتفسيرات الارهابية بتاعت منعيدش على مين ونعيد على مين السيد الرئيس قال اخوكم فرحان انا افرح له اخوكم فرحان فاحنا في مصر الحقيقه ده مبدأنا احنا طول الوقت أخونا وأبونا وإبننا فرحان كلنا فرحانين في رمضان كلنا نولع الفوانيس ويوم سبت ويوم حد الزعف كلنا نشتغل بالخوص ويوم سبت النور كلنا نكحل ونكحل العيال ويوم شم النسيم نحتفل مع بعض المصري فرحان كلنا نفرح له أي مكان الفرح ده جاي